صوتك متغير كده ليه يا إكسلانس؟ انت بتعيط؟ ما هي المسألة لو طولت عن كده هعيط. مسألة ايه؟ مسألة المرض. شد حيلك يا إكسلانس، شد وتزول. يا ريت تزول وتخلصني. أنا آسف إني جيت في وقت غير مناسب، لكن المجلس الوطني كلفني عشان أجيلك لأمر خطير. المجلس الوطني، إزاي تصدقوا تقرير واحد مستهتر فاسد زي أحمد كنعان؟ معقول أخون مراتي مع أختها؟ تخون مراتك؟ مش معقول طبعا يا إكسلانس. ولمعه يا أخي، مش معقول. عشان إيه تفقع مشوار سخن من فيحان لحد هنا؟ يا فندم، أنا جاي علشان أمر أهم وأخطر من ذلك. إكسلانس، يشرف الشعب الفيحاني كما أنه يشرفني أن تقبل ترشيح نفسك رئيسا لجمهورية فيحان الحبيبة. رئيسا لجمهورية فيحان الحبيبة؟ أي نعم يا إكسلانس. جنابة قلت يعني موافق. هو من عم يا اخي اللي ما انا قادر اسد في شغلانة سفير، امال لما ابقى حاكم دولة بحالها هعمل ايه؟ ده تواضع عظيم يا اكسلانس. يا اخويا لا تواضع ولا هباب، لا دي شغلانة جامدة قوي عليا، يفتح عنه. لكن الشعب الفيحاني قال كلمته خلاص. انا عيان، انا حموت، انا مت خلاص. يا دماغي تشكر يا دماغي. انت مين؟ انت حضرتك مين؟ ما تتكلمش يا حبيبي، انت محتاج لراحة. اصل خد ضربة شمس مأثرة عليه شوية. لكن حضرته يبقى مين؟ يبقى جوزي طبعا، وكان عنده حق لما رفض تعيينك بالسفارة. حضرتك قصدك تقولي انه سيادته يبقى السفير خالد سفير في حان؟ اتحرك من فضلك، انده دكتور حالا. مية كوباية مية. حاضر، هجيب لك الدكتور حالا. يا وانطجي. حالا يا حبيبي حالا. انا عارفة عزيزة وفؤاد راحوا فين. مية سيد ادم فخر الدين. اهلا اهلا بيك يا رمضان حالا. سلامات يا صاحبة الفخامة. الله يسلمك، شرفت انت. دلوقتي حالا، وللأسف فوجئت بأن جناب السفير مريض. مين اللي قالك؟ ما أنا يا فندم قابلته دلوقتي وفهمت منه كل شيء. قابلته؟ أيوة. فين وإمتى؟ دلوقتي هنا. عن إذنك. نزلت ازاي وانت مريض بالشكل ده؟ المقبرة توت عنخ. ابو سمبل. اهو المرض زاد عليك وبتخطف. مين؟ سيد ادم فخر الدين؟ ازيك؟ ابو سمبل. يعني. انكشفنا والحمد لله وجابوا لنا البوليس. احسن حاجه نهرب نسلم الخدامين. يلا بينا. استنى ما ناخد عزيزه معانا. استنى عزيزه عشان يجي البوليس وياخدنا يا جماعه. يلا بينا. سيادتك طبعا فاهم ان السفاره ارض فيحانيه. طبعا يا فندم. اذا منع المشاكل الدبلوماسيه، ارجوك تنتظر خارج السفاره والدكتور يدخل معايا هو المساعدين بتوعنا. مفيش مانع يا فندم. اتفضل يا دكتور. كويس عملت طيب انك جبت الدكتور، انا اكتشفت انه بيهلوس ويخطرف. هو ده المجنون اللي انا بلغت عنه بيدعي انه هو سفير في حان.
زي الحالة يا إكسلانس. الحالة؟ اسأل رمسيس الأول. توت عنخ آمون. أنت محتاج للراحة جدا، والحالة اللي أنت فيها تحتم علينا نقلك للمستشفى. قبل ما تنقلوه، المستشفى درجة أولى؟ حضرتها صاحبة الفخامة حرم جناب السفير. واخد بالي. أفتكر من المستحسن الهانم تفضل مع جناب السفير في المستشفى. ده واجب. عشان طبعا تطمن على صحة السفير، ولا هي يا مدام؟ طبعا يا دكتور طبعا. لا مفيش لزوم يا فندم. اسمع يا استاذ احمد. يا فندم دلوقتي نظرا لغياب السفير في المستشفى يبقى لازم تحل محله وتزود اعماله في السفاره. سيادتك قصدك اي سفير؟ سفير خالد طبعا. السفير خالد فوق النوم عيان يا فندم. موجود فوق ازاي؟ اذا كان نقلوه دلوقتي على نقاله قدامنا احنا الاثنين. يا فندم اللي نقلوه على النقاله مش جناب السفير. ده واحد مجنون متهيأ له ان هو السفير. اللي نعلوه على نعلاه هو سفير. ابدا يا فندم، السفير فوق. شيء من الاثنين. يا اما انا مجنون يا اما انت مجنون. يا فندم اؤكد لك انه جناب السفير فوق، اتفضل معايا شوف. بيان. انا طالع معاك فوق علشان اثبت لك انك شخص غير طبيعي. اتفضل يا فندم. دلك 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 دلك. أنا هقول لكم على كل حاجة، هعترف لكم بكل شيء. بيان. أيوة يا حضرة الضابط، الشخص المقبوض عليه هو جناب السفير خالد. أنا آسف لإزعاجك، وآسف للغلطة دي. مع السلامة. الحمد لله، المسألة اتصلحت. بيان. امضي. حاضر. يعني قصدك تقولي ان هدى الانسه هدى مش متجوزه؟ ابدا وحياه شرفك يا سعاده البيت. هدى هتفضل حرم السفير، وانتي برضه هتكوني اختها تاني. ايوه، والا بناء على اعترافك بانتحالك شخصيه غير شخصيتك الحقيقيه هدخلك السجن. سجن؟ ايوه السجن. نفذي اوامري ولا لا؟ انفذ يا سعاده البيت. بيان. مش عايز فؤاد وهدى يعرفوا ان امرهم اتكشف. حاضر يا سعادة. مفهوم؟ حاضر.